السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا أيها المتابعون الأعزاء. سيدي خالد، كيف الأحوال؟ سيد جمال، مرحبا. إذن أيها الأصدقاء، كما وعدتكم مباشرا إن شاء الله ينطلق على الساعة 11 ليلا، وأتمنى أن يوفقنا الله جميعا في الشرح على أمور أخرى تتعلق بالبانل. هل الصوت موجود؟ أريد أن أسأل المتابعين الأعزاء، هل الصوت والصورة موجودين؟ طبعا مادام السي خالد قال لك الحمد لله بارك الله فيك، إذن الصوت فهو مسموع. نعم، شكرا سيدي خالد. أولا نقوم بتثبيت الهاتف جيدا، وبعد ذلك نتوكل على الله في متابعة الشرح على دوائر التيكون والبانل، مسارات التيكون والبانل. في المباشر الماضي تكلمنا عن كيفية حساب الخطوط الأفقية والخطوط العمودية، و أنتم ترون على الشاشة الآن هذا مقطع يعني جانبي لبانل، حيث في هذه فقط طبقة تي اف تي، حيث في مقدمة طبقة تي اف تي رغم صغر حجمها وقطرها الدقيق جدا، إلا أنها تتكون من مسافة ميكرومترية بين كل طبقة. فنحن نعلم جميعا بأن مسار فيكم هو المسار الوحيد الذي لا يدخل الى لكوف للتشيب اون فيلم او التشيب اون غلاس، ولكن يذهب مباشره الى طبقه على شكل شبكه توجد في مقدمه هذه الطبقه تي اف تي، ووراءها يوجد ما يسمى بلي ديسبلاي، يعني الخطوط العموديه. تلك الخطوط فهي يعني الصورة، فهي التي تأتي بالصورة من التيكون، ووراء هذه الطبقة يوجد الخطوط الأفقية التي ترسم الصورة. يعني تكلمنا كثيرا عن هذا المسار، مسار الأفقي في النوعين سي او جي و سي او اف. الآن إن شاء الله تعالى اليوم سوف نكمل الحديث عن مسارات لسورس كوف، فهي معقدة جدا أكثر من اللازم بمقارنة مع سيوج، بمقارنة مع لجيت كوف، لأن لجيت كوف فقط فهي دوائر ترسم الصورة يعني كالقلم ترسم الصورة، بينما خطوط السورس كوف فهي الصورة بذاتها. ولكي نفهم بعمق هذه المسارات فلا بد لنا من واحد الوصلة، واحد المقدمة حول يعني مسار الصورة انطلاقا من البعيد إلى اللاقط الهوائي، ثم إلى المامبورد تيونر، ثم إلى ال في دي اس، ثم إلى التيكون، ثم إلى الشاشة. إذن فهذه النظرة إن شاء الله في هذا يعني هذه المقدمة سوف تعطينا فكرة مسبقة عن هذه المسارات، مسارات السورس كوف، لأنها تتعلق بجودة الصورة وبنوعية الصورة. يعني في كل لحظة معينة لدينا صورة معينة يتم استقبالها داخل التيكون ويتم رسمها داخل الشاشة، ومن طبيعة الحال هذه الصورة فهي على شكل يعني على شكل مواد رقمية يتم
تحويلها إلى الأنالوج في كثير من المسارات، وفي مسارات أخرى لا يتم تحويلها إلى الأنالوج، وهي في متزامنة في كل لحظة مع إشارات الداتا والكلوك. إذا سنبدأ انطلاقا من الهوائي لكي تكون لدينا نظرة مسبقة حول هاد الطبقات، هاد الكوف سورس، هاد المسارات التي ترسم الصورة، المسارات التي تعطي الصورة، يعني تعطي الداتا داخل البانل. فلا بد لنا من أخذ فكرة عن تزامن، وفكرة عن هذه الصورة التي تأتي من المرسل. طبعا التلفاز هو المستقبل. هذا الهوائي يلتقط الصورة لتدخل إلى التونل. هذا هو أرجل التونل، ومن طبيعة الحال لدينا في أرجل التونل ما يسمى بالـ SDA والـ SCL. SDA والSCL رجلين هنا داخل التيونر عندهم هذه التسمية. الSDA هي الداتا، هي نفسها الداتا، والSCL هي الكلوك. في ألفا لا أدري هل تظهر الكتابة جيدا أم لا. نعم تظهر جيدا. إذن أيها الأصدقاء، انطلاقا من هذا التيونر متواجد داخل المامبر، هذا التيونر متواجد داخل المامبر، نمر مباشرة إلى بطبيعة الحال إلى هذه الإشارة، تمر إلى البروسيسور MCU المتواجد داخل المامبر، و ثم تذهب إلى LVDS حتى لا نضيع. هكذا باختصار LVDS لدينا يعني مثلا نعمل مثلا على 10 بايت، على 8 بايت، عفوا 8 بايت. لدينا 10 مسارات، عندنا 0 فيها الموان فيها البلوس، وواحد فيها الموان فيها البلوس، وجوج فيها الموان فيها البلوس، لان واحد جوج ثلاثة هي 6، وعندنا ثلاثة فيها الموان فيها البلوس، وعندنا ما يسمى بالكلوك، الكلوك موان والكلوك بليس. إذن دائما تلاحظون بأن الساعة فهي أساسية في انتقال الصورة، أي لأن الداتا هي الصورة ومعها الكلوك. تدخل إلى بروسيسور المامبور، ثم تخرج على عبر مسار LVDS، وتخرج على هذا يعني الصورة ستتحول إلى هذه الأرقام الرقمية بناء، وتوزيع مع هذه المسارات لدينا أيضا الساعة. إذن فالساعة هي الأساس في رسم الصورة داخل البانل، لأن هذه الساعة هي تدخل إلى التيكون. إذن هذه فقط مقدمة لكي تفهموا ماذا أريد أن أقصد.
عندنا راه صارت ال في دي اس هما هادو ال في دي اس كيدخلوا التيكون ومعاهم اشارات الكلوك في النوعين ديالها هما بيس. هاد الخاصيه ديال الزائد والناقص في ال في دي اس عنده واحد التفسير ان شاء الله مستقبلا يمكن لنا نقاش ذلك. اذا هنا هذا هو التيكون يستقبل اشارات الصوره يعني الداتا الداتا يعني بالشكل ديال هذا ديال الزائد والناقص في سواء 5 بايت ولا 8 بايت او 16 بايت الى اخره. المهم خلاصه القول ان لدينا داتا يتم ارسالها سوف في الفول اتش دي ولا في اتش دي لا يهمون بقدر ما يهمون الكلام عن الكلمة كلوك. إذا تزامنا مع لكي تفهموا جيدا بأن داخل البانل فهاد الإشارة الساعة فهي مهمة جدا في رسم الصورة. يعني سوف نجد الساعة في المحور الأفقي. لازلنا لم نتكلم عن طريق عن كيفية رسم الصورة انطلاقا من الكوف الجانبي. نحن اليوم فقط نتكلم عن مسار الصورة اللي كيدخل عبر الخطوط العمودية من السورس كوف. إذا فهاد الكلوك فهو يزامن دائما الصورة لأن الصورة تأتي من الهوائي ثم تدخل إلى التونر المانبورد بروسيسور المانبورد ثم تنتقل عبر مسار ال في دي اس وترافق الصورة يعني ترافق الداتا. هاد الساعة وهاد الداتا هي نفسها يتم ترجمتها الى يعني لاشكال وانواع اخرى اللي تتوافق مع نوع البانل مع حجم البانل. ومن طبيعه الحال اهم شيء هو السرعه لان اسرع بروسيسور في داخل الجهاز ككل هو بروسيسور التيكون. لذلك لم نسميه متحكم الالوان او متحكم الصوره او متحكم كذا ولكن فقط سميناه تيكون. وهذا التيكون هي تي تعني تايمين يعني توقيت والكون تتعني كونترول او كونترولر الى اخره. المهم يعني التحكم هذا الوقت التوقيت من احسن ندير التوقيت وليس الوقت. وهذا التحكم فكاين الفرق ما بين الوقت والتوقيت. التوقيت راه شكل والوقت شكل. هذا التحكم يعني التيكون لا نسميه الا التحكم في الوقت رغم كل تلك المكون التي تتواجد داخله ولكن فضلنا ان نسميه فقط التيكون تيمي كونترولر. علاش؟ لانه يتحكم في الوقت. اذا فهاد الاشارات الكلوك التي ترافق الصوره عبر مسار ال في دي اس فانها تدخل الى التيكون ثم يستقبلها هذا الميكرو بروسيسور يستقبل هذا الداتا وهذا الكلوك اللي يشتغل يعني ياخذ من ال في دي اس ويرسل الى البانل ولكن بطريقه مختلفه وبتردد مختلف وببرمجيه مختلفه عن مسارات ال في دي اس الاتيه من المانبورد. اذا ها نحن وصلنا الى التيكون طبعا التيكون عنده علاقه بالبانل. نتكلم فقط عن النوع اللي عنده الكوف الجانبي. إذا لنفرض هذا البانل ذو مسطرتين. إذا عندنا هنايا لي سورس كوف
يسوس هنايا اللي قيت يجب ان تدرك جيدا بان راه تكلمنا على هذا المسار الافقيه، ولكن فقط اريد ان انوه على امر مهم جدا مهم جدا، وهو الاشارات الVDS VDS التي تاتي من المانبورد فيها اشاره كلوك. فمن طبيعه الحال لدينا هنا اشاره تزامن يعني اشاره ساعه. هنا عندنا إشارة ساعة، نسميها فقط إشارة ساعة. وأيضا هنا تدخل الداتا، لأن هنا هذه الخطوط الأفقية كما تكلمنا سابقا فهي فقط ترسم الصورة، يعني يتم رسم الصورة في كل لحظة، يتم غلق هذه العقد داخل TFT. ولكن في كل عقدة تمر الإلكترونات إلى البكسل هكذا بسرعة لتظهر لنا تلك الداتا التي تنزل من الأعلى من السورس كود. إذن عملية مسح الصورة تبدأ مثلا، لنفرض أن عملية المسح تبدأ من اليسار هكذا، يتم مسح المسار الأول ثم تنتقل إلى المسار الثاني هكذا. إذن في كل لحظة عملية المسح تبدأ من اليسار، تبدأ من السورس كوف الأول لتكمل إرسال الصورة، ثم تنتقل إلى السورس واحد، هذا السورس اثنان. فعملية الانتقال من السورس واحد إلى السورس اثنان أيضا تتطلب تحكم إشارة الساعة. هنا يكون تدخل لإشارة الساعة. أيضا داخل هذا الكوف السورس كوف هناك يعني نريد مثلا أن يرسم المسار الأول، هو الذي يتحكم، هو الذي يبدأ يرسم، ثم بعده المسار الثاني. يعني داخل هذا الجيت كوف الوحيد يوجد تحكم في الساعة. يعني نريد مثلا نختار أنه يجب أن يرسم السطر الأول ثم السطر الثاني، يعني يوجد ساعة، يعني يوجد تحكم في الوقت في التوقيت عفوا. والانتقال من هذا الجيت كوف إلى هذا الجيت كوف يتطلب أيضا إشارات ساعة. إذا كما تلاحظون فإشارة الساعة هكذا نسميها إشارة الساعة حتى يصل الوقت لكي نسمي الأسماء بمسمياتها. يعني فقط أنغلوب يمكن الشرح على بأن إشارة الساعة من الهوائي من مرسل قناة فضائية أو قناة أرضية ترسل الصورة يعني على شكل إشارة، وبها يعني توازيا مع تلك الإشارة الداتا لدينا إشارة الساعة. تدخل إلى المانبورد عبر LVDS تكون يوجد دائما كلمة ساعة في الرسم الأفقي، يوجد لدينا الساعة في التحكم في الداتا. يعني مثلا نريد لهذا السورس كوف الأول هو الذي نريده أن يرسل لنا الداتا، يعني يوجد لدينا تحكم يعني بداية ونهاية لكل سورس. هذه الأمور نخليها من بعد إن شاء الله تعالى، ولكن هذا فقط يعني شرح بسيط حول ما يجري من أحداث في وقت معين. يوجد دائما لدينا إشارة الساعة تتحكم في كل شيء. إذا غادي نشوفوا أشنو هما المسارات اللي كما قلنا في بداية الحلقة، أشنو هما المسارات اللي ما هي المسارات التي تدخل إلى هذا السورس كوف.
مشكلة الصوت. حاضر، نحاول نقربه شوية. معذرة أيها المتابع لضيق الوقت، عمل كثير و لا لم أتفرغ إلى هذه الأمور. إذا سوف أحاول تقريب الصورة حتى يكون هناك صوت. لنجرب. نعم، هكذا أفضل. إذن أيها الأصدقاء، كما وعدتكم في بداية الحلقة سوف نتكلم عن مسارات السورس كوف. لم يسبق لنا أن تحدثنا عن مسارات السورس كوف، ما هي الإشارات وما هي الجهود، كما سبق وأن ناقشنا وأن نشرنا في الفيسبوك، وهناك ظهرت كثير من الأسئلة، ما هي الجهود وما هي الإشارات. إذا تكلمنا كثيرا عن المسارات الأفقية، الآن سوف نتكلم عن السورس كوف. يعني السورس كوف يوجد بداخله ذلك الإي سي تشيب أون فيلم، وهذا الإي سي من طبيعة الحال فلا بد له من تغذية 3.3 فولت. إذا ها 3.3 فولت هي ضرورية لكي يعمل هذا الإي سي. إذا ناخذ واحد البانل و إذا كما تلاحظون هذا هو، هذو هما الجيت كوف وهذو هما السورس كوف. وبداخل هذا السورس كوف داخل هذا السورس كوف يوجد لدينا اي سي. هذا الاي سي فهو يعني لا بد له من تغذيه. من طبيعه الحال التغذيه ديال هذا الاي سي هي ما يسمى بالفي دي دي 3.3 فولت، يعني الجهد الديجيتال في دي دي. الفولت ديجيتال هذا الفولت ديجيتال 3.3 فولت يا أيها الأصدقاء، راه هو نفسه الذي يغذي هذا الإي سي المتواجد بالجيت كوف، وهو نفسه الذي يغذي الإبروم المتواجد داخل التيكون. هو نفسه الذي يغذي الإبروم المتواجد داخل التيكون. حتى نفهم جيدا ما يحدث. واحد، أربعة، خمسة، ثمانية. هو نفسه الذي يغذي الإبروم، وهو نفسه الذي يغذي الميكرو بروسيسور. نعم، ومصدره هو دوائر دي سي دي سي، يعني يوجد لدينا اي سي دي سي دي سي دي سي يستقبل 12 فولت 12 فولت اتيا من الباور التي تمر امر المنبر. اذا هذه 3.3 فولت هي ضروريه لتغذيه هذا الاي سي المتواجد هنا بالسورس كوف. ومن طبيعه الحال
فلا بد لهذا الفي دي دي من مرافق الا هو الارض. ايضا جيندي اذا فضروري هذا الفولت ديجيتال 3.3 فولت في دي دي يمكن ان نسميه في بعض المرات في سي سي، الى انه افضل ان يكون لدي في دي دي افضل، لان هذا الفي سي سي قد يختلط هذا الاسم مع الفي سي سي بانل. في 12 فولت الاتية من المابورد التي في الاصل تاتي من الباور ثم الى عبر سويتش متواجد داخل الكنترول داخل المابورد، ثم هي التي تمر عبر مسار ال في دي اس نسميها بالفي سي سي بانل. اذا كما قلت لدينا لحد الساعة مسارين، واحد مسار رقم جوج، فاعتقادكم ما هو المسار؟ هذا سؤال انتظروا ان يجيبني احد منكم مشاهدينا الافاضل. هل يمكن لاحدكم ان يعطيني مسار اخر مثلا؟ مرحبا سي المكلاسي، مرحبا. المهم الاخوان اللي كيشتكي من الصوت فمعذرة، في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى لا بد لنا من ترتيب هذا الوضع، يعني تغيير هذا الوضع إن شاء الله، وسوف يكون أمر جيد مستقبليا إن شاء الله تعالى. سيدي سفيان، فين راك انت؟ لا حجر ولا طير. مرحبا سيدي، مرحبا. في انتظار ان يجيب احد الاصدقاء على هذا السؤال، هل يمكن لاحدكم ان يعطيني مسار معين يمر الى السورس كوف من غير هذا 3.3 فولت وهذا الجي ان دي؟ نعم، تبارك الله سيدي محمد الكازاوي، مسار جهد الانالوج 16 فولت. تشكر حبيبي، تشكر، جزاك الله خير. سبحان الله، اريد التنويه بهذا الاخ سيدي محمد، فهو ما شاء الله يعني يجتهد كثيرا. الاخ مواد ار جهد الجاما، نعم صديقي، نعم جهد الجاما الافي دي دي، نعم 16 فولت الافي دي دي 16 فولت يعني الانالوج. نعم نعم سيدي هشام، 16 فولت انالوج 15 و16، الفي دي دي 3.3 فولت ذكرناها. يا تبارك الله، راه تبارك الله، راكم على بال مع ديما نسالكم ما شاء الله. إذا لدينا الافي دي دي في حدود ما بين 15 حتى 17 فولت، من 15 فولت حتى 17 فولت. غير واحد ملاحظة الإخوان، لاحظوا مزيان بأنه هذا يسمى ب الجهد الانالوج،
جهد الانالوج. هاد افي دي دي اللي تتراوح ما بين 15 و 17 فولت يسمى بالجهد الانالوج، بينما 3.3 فولت اللي هي تدخل الى السورس كوف تسمى بالديجيتال، بالفولت ديجيتال، ديجيتال فولت. هاد الانالوج يخرج من دائره الدي سي دي سي الى نقلبوا على المنبع ديالها. المهم من بعد ما نكملوا العدد من نوضعوا كل المسارات لابد لنا نرجعوا للمنبع. نحن الان نتكلم فقط عن الجهد. الاشارات الاخوان راه مازال ما تكلمناش عليهم، الاشارات راه فيها معقده بزاف، ولكن نمشي خطوه بخطوه. الجهود غادي نوضعوا كل الجهود التي تمر الى عبر السورسكو، كل الجهود التي تدخل الى هذا السورسكو من التيكو. من بعد ما نكملوا كل المسارات خصنا نرجعوا داخل التيكو ونقلبوا على كل مسار. مثلا هذا الفي دي دي المنبع ديالها، الامبير ديالها شحال، نوعيه الفولت ديالها، هل هو ديجيتال ام انالوج. الافي دي دي كذلك. من بعد صديقنا السوري ذكر جهود الجاما، جهود الجاما راه سبق لي تناقش على واحد السيد وقال لي جهود الجاما راه كتمر على السورس كوف، راه الحماق هذا. جهود الجاما تتمر عبر السورس كوف، جهود الجاما هي نفسها الصورة. هاد جهود الجاما يمكن غادي نتحدثوا عليها ان شاء الله تعالى، كيفاش علاش سميناها جهود وليس جهد، كما وضعنا هنايا هذا جهد واحد، جهد واحد ديجيتال، وهذا الجهد واحد انالوج، وهذه سميناها جهود. وعلاش تدخل المسارات ديالها راه متعدده. اذا خصنا حتى يرجعوا لداخل التيكون ونحدوا المنبع ديالها داخل التيكون. اذا اعتقد والله اعلم بالنسبه للجهود لا يوجد لدينا الا هذه الجهود الفي دي دي والانالوج وجهود الجاما، ولكن جهد الفيكوم راه حتى هو يمر الى هذا الريبون هذا، لانه يمر الى هذا الريبون ولكن لا يمر الى هذا الايسي. باش نكون واضحين، راه كل سورس كوف مثلا عندي هنا، اذا قمنا بعد هذا العدد ديال لي سورس كوف 1 2 3 4 5 6 فراه عندي تقريبا 6 او 7 او 8 المسارات ديال الفيكوم. هذه بالنسبه للسورس 1 2 3 4 5 6 عاد عندنا لي سورس، عفوا لي فيكوم جي واحد او لا لي فيكوم ال و ار التي تمر من جانب السورس، اخر سورس على المسطرة الذي يمرر اشارات وجهود الجيت كوف. نعم اخي خالد، 3.3 فولت ضرورية. إذا لدي الفيكوم رغم أن هذا الفيكوم لا يمر عبر تشيب أون فيلم الإي سي المتواجد داخل هذا الريبون، ولكن هو يمر عبر هذا الريبون، لذلك يتم وضعه هنا لكي نذكر بكل هذه المسارات. فهذه المسارات فهي كثيرة ومتنوعة، لا بد من تذكير بكل الجهود التي تدخل. اعتقد والله اعلم هذا هو العدد ديال الجهود التي تدخل عبر هذا السورس كوف، فيها الفي دي دي 3.3 فولت، الانالوج 15 حتى 17 فولت، جهود الجاما غادي نفصلوا نجزئوا فيها ان شاء الله الليله. الفيكوم تكلمناه عنه كثيرا ولا داعي لذكر كل ما سبق. اللي
لم يسبق له أن نسمع بالفيكوم أو ما صار فيكم، فعليه بمراجعة فيديوهات على اليوتيوب. إذن نعطيكم فرصة تسجلوا هاد المسارات هادو. لنمر إلى شيء، إلى مصدر هذه الجهود، المصدر ديال هذه الجهود. السلام عليكم، أرجو أن لا يكون فاتني الكثير. أهلا صديقي عطاء. لا الحمد لله، نحن في البداية، لا تقلق كثيرا. 7 فولت سيدي خالد، هو جهد الفيكوم. نعم هو جهد الفيكوم، نعم الفيكوم في حدود 7 فولت. انا غادي نقول لك علاش حاول ما امكن سيدي خالد تخليها في 7 فولت، لان كاين واحد السر علاش 8 فولت لا. كاين واحد السر غادي نشرحوه عما قريب بخصوص جهد الفيكوم، علاش نعطيوه من الاحسن نعطيوه 7 فولت، ودائما تيكون 7 فولت في كل المسارات تقريبا في اكثريه الانواع البانالات. اذا من الاحسن سيدي احمد كيوا، لماذا سمي بالانالوج؟ سوف نشرح ذلك ان شاء الله تعالى. فقط نحن الان نحدد هذه المسارات التي تدخل عبر السورس. إذن إلى لاحظتوا أيها الأصدقاء، أيها المتابعون الأفاضل، إذا لاحظتم جيدا، إذا قمنا بمقارنة بين مسارات الجيت كوف، يعني الريبونات الجانبية التي تصلها البي جي اش والبي جي لو أو البي اون والبي اوف، إذا لاحظتم فيوجد اختلاف بينها وبين السورس كوف، لأن تلك الريبونات الجانبية فقط فهي فقط ترسم الصورة، بينما هذه الريبونات العلوية التي نسميها بالسورس كوف، وكلمة سورس تعني بأنها متصلة مع السورس الموسفيت تي اف تي المتواجدة داخل البانال، فيوجد فرق في مثلا إذا قمنا بالمقارنة نجد مثلا في دي دي 3.3 فولت نفسها هي التي تمر إلى الريبون الجانبي، لأن هذا الإيسي الصغير متواجد هنا يلزمه تغذية الأرضي هو 3.3 فولت. إذن 3.3 فولت التي يكون منبعها دائرة الدي سي دي سي هنا، نعم يكون منبعها دائرة الدي سي دي سي هنا، تخرج منها دائرة الدي سي دي سي 3.3 فولت، هي نفسها التي تغذي البروسيسور وتغذي الإبروم، وهي نفسها التي تغذي هذا الكوف، هذا تشيب اون فيلم متواجد هنا على السورس كوف، وهي التي تغذي نفسها التي تغذي هذا تشيب اون فيلم المتواجد على الجيت كوف. اذا 3.3 فولت، 3.3 فولت موجوده على الجيت كوف وموجوده على السورس كوف، بينما الـ RVDD اللي هي 17 ما بين 15 حتى 17 فولت، فهي لا يمكن أبدا أن نجدها داخل أن تمر، لا يمكن أن نجدها تمر إلى الجيت كوف، إلى الكوفات الجانبية التي ترسم الصورة، بل هذا الـ RVDD في حدود 15 أو 16 أو 17 فولت، فهي التي من خلالها يتم تتم عملية داخل هذا الكوف، داخل هذا التشيب اون فيلم المتواجد هنا على السورس، والتي من خلالها يتم ارسال مخارج هذا الايسي ما يسمى بسكان، مثل البلازما، يعني الايكراك بلازما، البافر بلازما، يعني يوجد ما يسمى بلي بافر هنا داخل هذا التشيب اون جلاس، تشيب اون فيلم عفوا. وكذلك جهود الجاما تتواجد، يعني ترسل عبر السورس كوف، ولا يمكن ابدا ان نجدها داخل تصل الى الجيت كوف، الى الكوفات الجانبيه. بينما الفيكوم رغم انه يوجد هنا على السورس فهو ايضا موجود على الجيت،
ولكن فهو يعني فقط مسارات تأتي من كل مكان لتعطينا شبكة داخل طبقة TFT، مقدمات طبقة TFT. إذا الفيكوم لا يهمون هنا، فقط أشرنا إليه لأنه يمر فعلا، فهو مسار من ضمن المسارات التي تمر هنا. إذا ضروري الذكر ديالو هنا فقط، تذكير به لأنه يمر، بينما هو لا يأتي لا يدخل إلى هذا الإيسي، بل يذهب إلى الشبكة الأمامية لطبقة TFT. أحد الأصدقاء يقول VGL و VGH. لا يمكن يا أخي، VGL و VGH تكلمنا عنه كثيرا وليس له موضع هذه الحلقة، لا يوجد له موضع في هذه الحلقة اليوم. VGL و VGH و VGL لا يوجد له موضع في هذه الحلقة، نحن نتكلم عن السورس كوف يا صديقي. إذا أردت أن تعرف مسار الـ VGL والـ VGH فعليك مراجعة حلقات الماضية التي هي كثيرة كثيرة ومتنوعة. إذن كما تلاحظون لدينا، وركز وكرر، لدينا الـ VDD 3.3 فولت، الأنالوج 16 فولت، جهود الجاما، الفيكوم. إذن لنحدد منابع هذه الجهود، داخل تيكون يوجد لدينا اي سي دي سي دي سي، لنفرض مثلا كما قال احد المتابعين التي بي اس 61 اكس اكس. مباشرة بعد ما تصل 12 فولت الآتية عبر مسارات الـ VDS، عندنا الـ VCC panel، اثناشر فولت. البانلات الحديثة كلها تشتغل على 12 فولت، بينما البانلات القديمة فيها 5 وفيها 12. إذن هاد 12 فولت تدخل إلى التيكو عبر فيوز، ثم تمر داخل، ثم تمر إلى هذا التي بي اس. أول ما تصل 12 فولت هنا إلى التي بي اس، مباشرة أول جهد نراه يخرج من هذا التي بي اس هو الديجيتال 3.3 فولت. أول جهد هو الـ VDD، أول جهد يخرج بعد أن تصل 12 فولت إلى AC/DC/DC. نحن هنا نموذج TPS 61XX، أول جهد يخرج هو 3.3 فولت. هنا مقابل مع الأشعة ديال البروجيكتور VDD. أول جهد يخرج بعد ما تصل 12 فولت هنا إلى هذا التي بي اس، أول جهد يخرج هو 3.3 فولت VDD. بطبيعة الحال هاد 3.3 فولت بعد ما تخرج من دائرة من هذا الـ AC/TPS تذهب إلى كونترول هذا التيكون، تذهب إلى كونترول هذا التيكون بما فيه هذا البروسيسور و الإبروم. نعم الإبروم هذا 3.3 فولت، تذهب إلى البروسيسور والإبروم. بعد ما تصل إشارة الداتا، إذا غادي نرسمو هنا الإبرو، هذا
هذا البروسيسور نسميه بالجي بي اي، وبجانبه الإبرام. واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. إبرام هو الأو دو بي، هذا جي بي اي. إذا هاد 3.3 فولت جوج ديجيتال يمر إلى طرف رقم 8 هنايا، ويمر كذلك إلى الجي بي اي. البروسيسور جي بي اي ينتظر وصول داتا. عندما تصل جهود الداتا ديال ال في دي اس، تدخل الى هاد جي بي اي مباشره. بعد ما تصل هاد اشارات الداتا بما فيها دات زيرو موا، دات زيرو بلس، دات زيرو واحد موا، الى اخره، على حساب العدد ديال البايت اللي عندنا هنايا. اذا هنايا ال في دي اس تدخل جي بي او تيكون، هو في وضع انتظار، ياخذ البيانات الرقميه من الابروب وينتظر. مباشرة بعد ما تصل ال في دي اس الى هنا، يعطينا اشارة انايبل، هذه اشارة تشغيل. هذه اشارة تشغيل. اذا هذه اشارة بعد ما تصل الى هذا التي بي اس، فاول ثاني جهد يخرج هو الجهد الافي دي دي في حدود 16 فولت. لا ادري هل تظهر هذه الكتابه ام لا. نعم، الافي دي دي في حدود 16 فولت. اذا هذا الافي دي دي نرى هل تظهر الصورة جيدة. نعم الآن واضح. إذن هذا الأفي دي دي هي التي تذهب إلى البانال وتذهب إلى دوائر أخرى متواجدة داخل التيكون. الأفي دي دي الأنالوج هو نفسه الجهد الذي يذهب إلى السورس كوف. نعم، يذهب إلى السورس كوف، وهو نفسه الذي يذهب إلى إسيلغاما. إذن إسيلغاما لا تأتيه الدوز فولت في سي سي بانال التي تأتي من المام بورد مباشرة، ولكن يصله الأفي دي دي الذي تنتجه دوائر الدي سي دي سي المتمثلة هنا في هذا النموذج تي بي اس 61 اكس اكس. إذن هذا الأفي دي دي يذهب إلى، فهو نفسه هذا 3.3 فولت ديجيتال هي نفسها التي تغذي الميكرو بروسيسور تيكون والإبروم، وهي نفسها التي تذهب إلى السورس كوف لتغذي هذا الإي سي التشيب أون فيلم. هي نفسها 3.3 فولت. نعم، وهذا الأفي دي دي الأنالوج هي نفسها التي تمر الى هذا السورس. نقوم بالقياس على احد مكتفات هنا، نجد مثلا 16 فولت. اذا هذا 16 فولت هو الافي دي دي الذي ينتجه في هذه الحاله تي بي اس، ولكن من بعد هذه العمليات لا يمكن الافي دي دي ان ينتج الا بعد هذه العمليه، بعد هذه الاوبيراسيون، بعد هذه العمليات. اذا هذه الافي دي دي هي التي تذهب الى السورس كوف. ها نحن قد عرفنا منبع 3.3 فولت، وقد عرفنا منبع الافي دي دي التي تكون في حدود 16 فولت.
بقي لنا الآن القمر. إذا لكي نتكلم عن القمر فلا بد لنا أن نتكلم عن جهد تغذية القمر. إذا قلنا أبيدي ديستاس فوت هو الذي يذهب إلى القمر ويكون الفيكوم في حدود 7 فولت. وقد ذكرت لأخي خالد بأنه يجب أن يكون الفيكوم في حدود 7 فولت، قليلا ما يكون في حدود 8 فولت. إذا فهو غالبا يكون في حدود 7 فولت. لماذا؟ لأنه يوجد لدينا سير سوف نكتشفه الليلة إن شاء الله تعالى بعد ما نحدد مدخل إستلقامة ومخارج إستلقامة. لأن قلنا بأن إستلقامة له عدة مسارات، الإيزوت غاما التي تذهب إلى السورس كوف فهي ليست بمسار واحد كما هو الحال بالنسبة للفي دي دي 3.3 فولت أو الأفي دي دي 16 فولت أو البيكوم، ولكن عنده سير هو استثناء عن باقي المسارات الأخرى التي تدخل إلى السورس كوف. لماذا؟ لأنه الآن نحن نتعامل عن مسارات التي يعني تمرر الصورة إلى البانل، لأن هذه المسارات فهي الصورة بحد ذاتها الصورة، بينما هذه المسارات الأخرى الأفقية فهي فقط ترسم الصورة، بينما هذه المسارات فهي في حد ذاتها الصورة بذاتها التي ترسل عبر الهوائي أو القنوات الأرضية أو الفضائية التي تمر من الهوائي ثم إلى التيونر ثم إلى بروسيسور المامبر ثم الـ LVDS ثم بروسيسور التيكون ثم البانل. فهذه في حد ذاتها هذه المسارات فهي الصورة نفسها. إذا غادي نهضروا نتكلموا سوف نتكلم عن الجاما. قلنا بأن تغذية الجاما هي الـ AVDD الأنالوج 16 فولت. إذن أصبح لدينا الآن هذا تي بي إس 61 إكس إكس يرسل لنا الـ AVDD في حدود 16 فولت. هذا الـ AVDD تدخل إلى إستلقام. لنأخذ مثال بسيط يعرفه الجميع ألا هو الـ AS15. نأخذ مثال بسيط يعرفه الجميع ألا هو الـ AS15 الـ AS15. من طبيعة الحال هذا الـ AS15 تدخل إليه الـ AVDD في حدود 16 فولت ولديه مخارج. إذا راجعتم في كثير من الفيديوهات على قناتي أو في قنوات أخرى أو في منصورات أخرى يوجد لدينا بالنسبة لـ إستلقامة مخارج كثيرة تذهب إلى السورس كوف مباشرة. في هذا 15 هذا الموديل تكون لدينا 14 مخرج. هذه زوت نسميها ب VGM يعني فولت جاما واحد في جي ام واحد في جي ام جوج في جي ام ثلاثة كلها تخرج من إستلقامة كلها مخارج تسمى ليزوت إستلقامة التي تذهب إلى هذا السورس كوف. ومن طبيعة الحال فلها مسارات يعني كل جهد خارج من إستلقامة له مسار داخل هذا الريبون في كثير من الأحيان نجد مثلا هنا مثلا في جي ام واحد في جي ام جوج في جي ام ثلاثة في جي ام ربعة ربما قد نجدها هنا مثلا أم لا لحظة نعم ها هي
هيا كما تلاحظون هيا إذا قمنا بالعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 إذا لدينا هنا 14 مسار إسلقام، نعم 14 مسار. إذا تتبعنا هذه المسارات فهي كلها تدخل إلى هذا السورس كوف، لاحظ جيدا كلها تدخل إلى هذا السورس كوف. كل نقطة فحص هنا تي بي عندها مسار في هذا السورس كوف، ولا تمر جانبا بل تدخل إلى هذا الإي سي التشيب أون فيلم. مفهوم أيها الأصدقاء؟ حتى نفهم جيدا ما معنى هذا الإسلقامة وما الذي يفعله إسلقامة ولماذا وضع إسلقامة بهذا الشكل وبهذه الدقة. نعم كما تلاحظون هذه المسارات إسلقامة تمر إلى هذا السورس إلى عبر هذا الريبون ثم تدخل إلى هذا الإسي. إذا لدينا من هنا من في جي ام واحد حتى في جي ام 14. اذا قمنا بالقياس على هذه النقطة قياس الفولت بالملتيمتر بالأوفومتر على هذه النقط نجد بأن الفولت المتواجد على هذه النقطة ليس هو الفولت المتواجد على هذه النقطة لكن يوجد لدينا منحنى، يوجد لدينا تدرج في الفولت ما يسمى بالتدرج. الخاصية التي تميز إيسي الجاما هو أن مخارج هذا الإيسي قيمة الفولت تتغير بالتدرج من نقطة إلى نقطة. إذا غالبا يكون المسار الأكبر رقما في حدود 0.6 فولت أو 5 أو 7 فولت. ثم الفي جي ام هذا 13 يكون في حدود 1 فاصلة شي حاجة فولت، إلى أن نصل إلى الفي جي ام 1 يكون في حدود 16 فولت. يعني هذا المدخل هو نفسه أكبر قيمة هنا الفي جي ام 1 تساوي 16 فولت. إذا قمنا بالقياس على هذه النقاط كما أشرت لكم هذه النقاط فإن قيمة الفولت المتواجدة هنا على هذه المخارج التي تخرج من هذا الإيسي اللي تذهب إلى السورس كوف كما أشرت هنا فإنها تتغير بالتدرج من أعلى رقم إلى أدنى رقم هنا. كلما كبر عدد الأرقام هنا يعني المخارج من 1 إلى 14 كلما ضعف الفولت، وفي العكس يعني فهي دالة عكسية، رقم كبير يكون فيه الفولت ضعيف. ثم إذا كان هذا 14 المسار رقم 14 يكون فيه 0.6، المسار الأقل منه رقم 13 يكون 1 فاصلة في حاجة. في جي ام 12 يكون في حدود 2 فاصلة في حاجة فولت، 3 4 5 فولت 6 فولت 7 فولت 8 فولت إلى آخره إلى حدود 16 فولت أو 15 فولت. في بعض المرات لا يكون الافي دي في حدود 16، بعض المرات يكون في حدود 15 فولت، لا يكون دائما 16، بعض المرات يكون 15 افي دي يكون في حدود 15 فولت. نعم اذا ها نحن قد عرفنا المسارات مسارات السورس كوف، وعرفنا من طبيعة الحال المنابع ديال هاد المسارات، يعني من أين مصدر هذه المسارات. هذه المسارات على السورس كوف ها نحن قد عرفناها وحددنا عدد المسارات وعرفنا المصادر ديال هاد المسارات. هاد المسارات عرفنا المصادر ديالها يعني المنابع ديالها من داخل التيكون، عرفنا المنابع ديال هاد المسارات التي تذهب إلى السورس كوف.
إذا لاحظتم جيدا فهذا السورس كوف فهو غني بالمعلومات وبالمعطيات. نحن فقط نتكلم عن الجهود، لم نتكلم عن الإشارات، لأنه في كثير من المنشورات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أتكلم هكذا وأقول بإشارات وجهود، إشارات وجهود، إشارات وجهود. إذا لاحظتم جيدا، إذا قمنا بالمقارنة مع هذا الجيت كوف مع السورس كوف، نجد بأن هذا الجيت كوف مسؤوليته فهي محدودة في فقط في خطوط أفقية تقوم بتهيج بقفل البوابات مصفتات، بينما هنا إذا تتبعتم فنحن في بداية الطريق، لازلنا لم نتكلم كثيرا عن هذا السورس كوف، فهي غنية بالمسارات. لماذا؟ لأنها هي الضاطة نفسها، هي الضاطة هي الصورة. يعني تلك الصورة التي تأتي من الهواء وتمر إلى التونر ثم تمر إلى بروسيسور MCU، بروسيسور المانبورد، ثم تمر إلى LVDS، ثم تمر إلى بروسيسور تيكون، ثم تمر إلى البانل في مسارات السورس كوف، فهي الصورة بذاتها. من طبيعة الحال هذه الجهود فلا بد لها من منظم، لا يمكن لهذه الجهود أن تدخل إلى هذا الإيس الصغير، ولا يمكن أن يكون لا يكون لها منظم يوجد، فلا بد لها من مسير. ومن طبيعة الحال هذا المسير دائما هو إشارة ساعة، هو إشارة كلوك. المسير هنا هو إشارة كلوك. إذا سوف نقوم برسم السورس كوف. نقوم برسم مسطرة مثلا، سوف نقوم برسم مسطرة ونختصر فقط على سورس كوف واحد به هذا التشيب. هذه مسطرة أو التي تكون مدمج داخل البانل، ونختصر فقط على السورس كوف واحد المتواجد بداخله هذا تشيب اون فيلم. إذن هذا التيب اون فيلم، من طبيعة الحال سوف نرسم المسارات التي تأتي من التيكون. هذا هو التيكون، نحدد المسارات التي تأتي من التيكون. لدينا الفيكون وفقط يمر من الجانب لا يدخل إلى هذا الإيسي، ولدينا بي دي دي 3.3 روبوت، ولدينا الأ بي دي دي أنالوج في حدود 15 فولت، ثم لدينا الجاما، مسارات الجاما من 1 إلى 14 مسار، هذه هي الجاما.
إذن كل هذه المسارات هذه الجهود فقط، نحن نتكلم فقط عن الجهود التي تمر إلى السوسكوف هكذا من تأتي من التيكون. من طبيعة الحال إذا سألتكم عن الـ VDD 3.3 فولت، فالآن الأمر أصبح واضحا من أين منبعه، وكذلك الـ AVDD 15 فولت أصبح واضحا من أين منبعه ومتى يظهر، ومن طبيعة الحال مسارات الكاما من المسار الأول إلى المسار الأخير في حدود النوع 14. الآن واضح جدا هذه المسارات. بقي لنا أمر غاية في الأهمية بخصوص السوسكوف، ألا وهو أن هذه الجهود وهذه الجهود VDD 3.3 فولت والأنالوج 15 فولت وجهود الجاما، فهي كلها في عندما يشتغل تيكون فإنها كلها يمكن أن نجدها على هذا السورس كوف، يعني في لحظة معينة دائما نجد إذا قلت كما قلت عندما تشتغل دوائر تيكون دائرة الدي سي دي سي وإي سي الجاما يشتغل، فإنه هذه الجهود التي ذكرنا بما فيها الـ VDD 3.3 فولت والـ 15 فولت ومسارات الجاما من واحد مسار إلى 14 مسار، فإنه في لحظة معينة عند القياس نجدها تدخل إلى هذا السورسكوف أيضا إلى هذا السورسكوف. لكن في هذه اللحظة وهي تدخل إلى هذه السورسكوف، فهل هي تعمل الآن؟ فهل هي الآن في عندما تصل إلى هذا الإي سي المتواجد هنا، هذا التشيب أون فيلم المتواجد هنا داخل هذه الريبونات، فهل هذا الإي سي يعمل الآن؟ من طبيعة الحال لا، لأنه لا يمكن لهذا الإي سي أن يعمل إلا بتدخل أمور أخرى، وهذه الأمور هي التي أريد أن أشرح عليها الآن، فهي أكثر تعقيدا مما ذكرنا، لأن هذه المسارات مسارات الأنالوج والVDD 3.3 فولت ومسارات جاما، فالكل يتكلم عنه وهي في متناول أذهان الناس، لكن يوجد أشياء أخرى أكثر عمقا، وهي أنها يوجد إشارات هنا على هذه، تظهر إشارات هنا على هذه السورسكوف هي التي تنظم عمل التشيب أون فيلم، يعني من هو الإي سي الأول الذي يجب أن يشتغل. لا يمكن لهذه الإي سيهات
أن تشتغل كلها دفعة واحدة بل بتنوب. إذا كان الرسم الصوري يبدأ هكذا من اليسار، يتم رسم الخط الأول ثم بعد ذلك الخط الثاني. فمن طبيعة الحال فأول تشيب أون فيلم على السورس كوف الأول الذي يشتغل هو هذا، يتبعه هذا، يتبعه هذا، يتبعه هذا، يتبعه هذا، يتبعه هذا. إذن في النهاية لدينا آخر مسار عمودي يرسل لنا الداتا يكون على هذا السورس كوف. إذن فالبداية بداية الرسم الخط الثاني الأفقي نبدأ هكذا من جديد، نبدأ من هذا السورس كوف، ثم بعد ذلك هذا السورس كوف، ثم هذا، ثم هذا، ثم هذا. إذن إذا لاحظتم أيها الأصدقاء فهذا الإيسي فهو منفصل عن هذا الإيسي، منفصل على هذا الإيسي، منفصل أيضا عن هذا الإيسي، منفصل أيضا عن هذا الإيسي، منفصل أيضا عن هذا الإيسي. إذن عندما يكون هذا الإيسي هو الذي يرسل لنا الداتا بالتناوب الخط الأول العمود الثاني الثالث الرابع، عندما تنتهي كل مخارج هذا الإيسي، هذا الإيسي فهو له مخارج كما تلاحظون، له مخارج. عندما تنتهي هذه المخارج من عملها، يعني آخر مخرج لهذا الإيسي، يتم انتقال إلى أول مسار لهذا الإيسي. هذه العملية الانتقال من هذا الإيسي إلى هذا الإيسي يلزمها إشارة، يلزمها إشارة. ثم أول مسار يعمل مسار خارج من هذا الإيسي والمتواجد هنا في السورس كوف الثاني. المسار الأول إذا كان عدد مخارج هذا التشيب 256، يبدأ الأول الثاني الثالث إلى حدود 256، آخر مسار يعمل لكي ينتقل العمل في التوقيت من آخر مسار إلى أول مسار في السورس كوف الثالث. فلا بد لنا من إشارة، يعني إشارة تقوم بتحويل مسار الرسم، مسار الإرسال عفوا، مسار الإرسال من هذا الإي سي إلى هذا الإي سي، لأن هذه الإيسيات فهي منفصلة عن بعضها البعض. فهمتم قصدي أيها الأصدقاء؟ إذا هنا تتدخل إشارة ساعة. إذا هنا تدخل جهود هذا منفصل عن هذا، وهذا منفصل عن هذا، وهذا منفصل عن هذا، وهذا أيضا منفصل، وهذا منفصل. إذا هذا الإي سي، هذا الريبون لوحده، هذا الإي سي متواجد بهذا الريبون لوحده، وهذا الإي سي متواجد بهذا الريبون لوحده، وهذا الإي سي أيضا لوحده، وهذا لوحده، وكل هذه الإيسيات فهي منفصلة عن بعضها البعض. إذا عندما يبدأ الخط الأفقي في الرسم، فإن أول مسار يبدأ تظهر داتاته، يعني الداتا التي يرسل تظهر هنا داخل البيكسل، هو المسار الأول. يوجد لدينا المسار الأول رقم واحد، المسار رقم زوج، مسار رقم ثلاثة، إلى حدود 256 مخرجا. إذا فآخر مخرج الرقم ديالو هو 256، إذا من واحد إلى 256. إذا فأول مسار تظهر الداتا التي يرسل تظهر بعد عملية ما يسمى بالخياطة، عملية إظهار البيكسل، تظهر الداتا على ذلك البيكسل من الخط الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى حدود 256. آخر مخرج لهذا الإي سي هنا هو المخرج 256، لكن لكي يعني نوقف هذا الإي سي ثم يبدأ عمل هذا الإي سي، فلا بد لنا من تحكم، ومن طبيعة الحال هذا التحكم هو إشارة ساعة. مفهوم أيها الأصدقاء؟ إذا هذه الإشارات سوف نتركها إلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. ومن طبيعة الحال بعد الشرح على هذه الإشارات يوجد لدينا أمر آخر غاية في الأهمية، ألا وهو تعامل أرجل الجي بي يو مباشرة مع السورس كود. الجي بي يو متواجد بالتيكون، عنده أرجل تتعامل مباشرة مع السورس كوف،
مسارات مباشرة مع السورس كوف تسمى ب ال ار اس دي اس. اذا كنا نسمي الاشارات التي تاتي الى جي بي يو من ال في دي اس من المان بورد عفوا نسميها بال في دي اس، فمن طبيعه الحال هذه اشارات ال في دي اس بها اشارات كلوك، اشارات كلوك والفي سي سي وال يعني جهد، دائما جهد واشارات، اشارات الداتا واشارات كلوك، اشارات الساعه. اذا يمكن ان نتكلم عن هذا الكلوك والفي سي سي بقدر ما نتكلم عن الار جي بي، نسميها بالار جي بي الالوان. هذه الالوان، هذه الصوره هي على شكل الوان، عندما تصل الى جي بي يو لكي يرسلها الى البانال في مسارات السورس، لان مسارات السورس هي التي ترسل الداتا، هي التي ترسل الصوره بصفه عامه. اذا فهذه الاشارات الار جي بي التي تمر من الجي بي يو الى السورسكوف نسميها بالار اس دي اس. اذا الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.